وتصدر هاشتاغ التربوي يهمش ترند العراق على تويتر أيضا. أطلق هذا الهاشتاغ من قبل خريجي كليات التربية في العراق. المغردون طالبوا الحكومة العراقية بإيجاد وظائف لهم حتى لو كانت على شكل عقود ضمن وزارة التربية. طبعا مثل ما شفنا التغريدات الأكثر انتشار حول هذا الموضوع هو عن التربويين والإهمال اللي صاير بهم. خلونا نشوف بعض أو جزء من التغريدات اللي رافقت هذا الخبر. أولى التغريدات: من علامات فشل أي حكومة هي تهميش الواقع التعليمي في البلد وظلم الخريجي أو خريجي التربوي الذي يعتبر عمود المؤسسة العلمية والتعليمية. أين حقوقنا المسروقة؟ كفاكم تهميش خريج تربوي، العقد هو حقي، العقد هو بناء المستقبل أو لمستقبلي. هذه كانت تغريدة بتويتر وأولى التغريدات. خلونا نشوف تغريدة أخرى: نطالب بأبسط حقوقنا وهو التعيين بصفة عقد منذ أشهر، وعن خيمة الاعتصامات التي مر عليها أمام التربية أو تربية ديالة 3 أشهر نعاني فيها من البرد الشديد، ملتحفين الأرض ولم تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة ونداءنا للجهات المعنية من محافظة ديالى بأن الخريج التربوي يهمش. للأسف الشديد الواقع التعليم وهذه الجهة نحتاج بها كلام كثير، لكن احنا ننقل كل المناشدات وننقل كل الهاشتاغات اللي تصدرت بسوشيال ميديا.